اهلا بيكم من جديد. واحنا بنقول معاكم كل سنه وانتم طيبين. العيد بكره، فكرنا برضو ان يكون عندنا يعني خلطات كده تتناسب مع ان احنا هنسيبكم شويه قبل ما نرجع لكم تاني. حياته الشخصيه كل جزء فيها يصلح لانه يكون عمل فني ودرامي، حياته الفنيه يعني بيغني وبيمثل وزي ما شفتوا التنوع في الحاجات دي، حياته الاعلاميه مجوعنا طول الوقت بصراحه. يعني كان مراد مكرم حكايته معانا النهارده في ليله العيد. ازيك يا استاذ مراد، اخبارك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ خيري، منورنا. ده نورك، اشكرك. بص انت يعني ايه متعدد المواهب، فالواحد هيختار يدخل لك منين، فنرتبها كده ونبتدي من اخر نقطه ونوصل للي احنا عايزين نوصل له. خلينا نروح للاكيل الذي لا يجيد الطبخ. ده طبيعي. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني هل ممكن ابقى طباخ ماهر لكن مش اكيل، مش بعرف اتذوق الاكل وافهم فيه؟ طب خليني ابسطها لك. طيب الفرق ما بين الممثل والناقد السينمائي، الناقد بيعرف يمثل؟ لا. هل كل الممثل في الغالب لا. هل كل الممثلين يقدروا ينقدوا؟ لا. ده علم وده علم. صحيح. ده موهبه وده موهبه تانية خالص. تمام. نفس الحاجه التذوق او الريستورنت ريفيوز ده حاجه، والطبخ ومعرفه الانجريدينتس وتفاصيل كل طبخه دي حاجه تانية. اكتشفت موهبتك في التذوق امتى؟ هو انا ما اكتشفتش حاجه، هو احنا عيله اكيله يعني. انا العيلة بيتنا كلها. بيتنا بالذات انا ووالدي الله يرحمه واخويا. والوالده كانت بتطبخ بقى كويس وكده، الله يرحمها. دي بتعمل كل حاجه كويسه، الله يرحمها. يعني مش ما كانتش بتعمل للبيت بس، كمان ده هي بتعمل للجيران وللشارع وللمنطقه، وممكن دكتور صاحبنا يروح له مثلا بايركس بساره في مهندسين. يعني ده كانت والدتي يعني. ده كانت راعيه. يعني يس يس يس. ف يعني حتى استاذ جمال العدل راح له بساره قبل برضو. كده كانت مشهوره قوي بحاجات معينه. فهو البرنامج اتعرض عليا فتره انا ما كانش عندي برامج. من 2008 لما سبت الاي ار تي ل 2013، 5 سنين ما كانش في برامج، وفي النص كان في الثوره وما بعد الثوره، وقبليها كان في انهيار الدولار وتاثيره على مصر. كانت فتره صعبه قوي قوي. وانا مذيع منوعات، ابتديت في قناتي دي منوعات، والاي ار تي كان برنامج اجتماعي، يعني تقدر تقول انه في ضمن المنوعات برضو. فقلت ليه لا اجرب. محتاج اشتغل، ما فيهاش هزار. راجل متجوز ومخلف وعندي مسؤوليه يعني، فانا اجرب يعني. طبعا زي ما اتكتب كده والدتي انهارت، ما كانش لسه مفهوم برامج الاكل دي. ما كانش مفهومه. فيعني ايه، هو كان في واحد بس اللي ابتدى قبليه وما كانش على التلفزيون المصري، اللي هو صديقي عباس، كان عنده برنامج اسمه عباسيات على فتافيت. انا ست هي ما كانش غير للناطقين بالعربي، العالم العربي، هي فتافيت وبعدين سي سي سوبر. بالظبط. لا، والنوع ده من البرامج بالذات كان هو عباسيات وبعدين انا. وعباس از ا جود كوك، طبخ ماهر، ممكن طباخ ماهر. انا لا، فانا خدتها من ناحيه الانترتينمنت مش من ناحيه معموله ازاي. ده لسببين، نمره واحد لان انا مش شيف، ونمره اتنين لان انا على قناه سفره عندي 15 من احسن شيفات الوطن العربي بيشرحوا كل حاجه بيعملوها. فانا هطلع اعمل ايه انا؟ يعني لا اطلع يعني مش سكتي. فخدتها من ناحيه الانترتينمنت. انا بتذوق، انا راجل طول عمري باكل في بيتنا من كل انواع الاكل اللي ممكن حد يتخيلها، ولما بسافر دايما كنت مهتم قوي ان انا ادوق الاكل بتاع كل بلد كجزء من ثقافتها. فهي جت كده، جت من عند ربنا. والفكره البسيطه دي اللي والدتي كانت رفضاها وعمتي كانت رفضاها و كانت وش الخير عليا، وسبب شهره ما بعدها شهره، وكانت سبب كمان ان في مخرجين انتبهوا اللي هو ايه ده، احنا فاكرينه من ايام المنوعات. طب ما تيجي تعمل كذا، اللي هو من ضمنهم كان استاذ هاني خليفه وفوق مستوى الشبهات. اللي كان الانطلاقه بتاعتي كممثل. صحيح. رغم ان انا بمثل من 2005. بس هو فوق مستوى الشبهات كان نقلة. الانطلاقه. ومن برنامج الاكيل طبعا. فهو ربك لما يريد يعني في الاخر. بس بتيجي على سبب مرتبط بحاجه بنحبها. يعني انت قلت احنا كعيله وانا كشخص بحب الاكل، فانا الطبيعي ان انا اكيل يعني. انت اللي اخترت الاسم بتاع البرنامج صح؟ يعني احنا قعدنا كجروب عمل كامل للبرنامج، كل واحد اقترح حاجه، انا مسكت في الاكيل.
يعني حتى هما كانوا خايفين الاكيل سي شويتين. ففضلت ماسك فيه كده واقتنعوا وطلعنا بيه يعني. وبقى ماركة يعني خلاص يعني. هو أنا مشهور بالأكيل بس هو الاسم ملك سفرة مش ملك يعني اسم البرنامج. أيوة أي برنامج بيبقى ملك القناة البراند ده. بس أنا خلاص اشتهرت بالأكيل. الأكيل الأكيل خلاص حلو. طب خلينا ننقل من الاكل كده ونرجع تاني رايحين جايين بقى. وبالذات اني جعان انا كمان جعان. ارجوك انا جاي من تصوير وجعان وارجوك شيل الموضوع. جهزوا الاكل يا جماعه. انتوا خدوا بالكم هيقيم. انت كنت في مدرسه الرهبان جزويت. وانت صغير عشت التربيه شديده. ده حقيقي في البيت وفي المدرسه مش بس في المدرسه. ايه الفرق دلوقتي بين التربيه اللي انت عشتها وتربيتك لاولادك؟ فرق اجيال يعني. انا ما اقدرش ابقى فيرم مع عيالي زي ما امي والمدرسه كانوا فيرم. لان الانفايرمنت اللي حواليهم مختلف تماما عن الانفايرمنت اللي كان حوالينا. بس الاصول والمثل ما بتتغيرش. انما احنا مثلا 9 بالليل لازم في السرير في المدرسه. 9 بالليل ده كتير. مولادي بحاول بس مثلا بنتي بقى عندها 15 سنه خلاص هتم 16 كمان كام شهر. صعب ان انا اقول لها 9 تبقى في سريرته. فبتسبر 10 11 يعني. ايوه انما في الصيف للصبح يعني عايز تقول ان ده غصب عنك. لكن لو بايدك وظروف المجتمع والبيئه المحيطه مختلفه عن ده انت هتفضل التربيه الشديده سواء كانت بتاعه ماما ستايل ماما او الرهبان. لانه انا شايف الاوت كام بتاعها. انا شايف حد المخرجات بتاعتها طالعه شكلها عامل ازاي. هو انت ببص لنفسي. فانا حد ملتزم جدا في شغلي هارد وركينج. بقبل اي تحدي يعني. دي الشخصيه دي اتكونت ازاي؟ ما اتكونت من الرهبان ومن تربيه امي. أيوه. اللي بالطريقه المعينه دي. فبالتالي انا نفسي ولادي يطلعوا كده برضو. احنا كنا بنخلص المنهج المصري في نص السنه مثلا. والنص السنه الثانيه احنا عندنا كان لازم نقرا 4 كتب في الشهر اتليست. كل اسبوع بنقرا كتاب من مكتبه الرهبان ونعمل عليها انترتيان اللي هو شبه السمري ملخص. ملخص بس شفوي مش كتابه يعني. راهب بيقعد يسالك طب وايه عجبك في الكتاب والقصه عن ايه حاجات كتيره. احنا كنا بننزل خدمه وانا في المدرسه. كنا بننزل خدمه للفقراء. كنا بننزل خدمه عمل يعني. مثلا كان في رحله مشهوره قوي عندنا في المدرسه ان احنا بنروح السويس مش. كان في رحله تانية مشهوره برضو ان احنا بنروح الواحات نركب نمر ونحفر لكابلات وحاجات كده. ده كانت مدرسه الرهبان اللي انا اتربيت فيها. دي كلها حاجات عظيمه جدا. طيب انت مدرس فرنساوي يعني بتتكلم فرنساوي. كنت شايف ايطالي بتتكلم ايطالي. لا بس ما بتكلمش ايطالي بروفيشنال يعني. او بتكلم ايطالي تلطيش. طب ايه اللغات اللي عندك؟ لان انا عارف انك بتتكلم وبتغني. انا بتكلم فرنساوي انجليزي وعربي زي بعض. طب وبتغني مين فيهم؟ بغني بالثلاثه زي بعض. العربي احش واحده فيهم. هنا في العربي صوتي بيطلع خواجاتي مش يعني ما بيطلعش مصري يعني. ودي كده من عند ربنا ما جاتليش العرب. بس ممكن نرجع بس حاجه خواجاتي على فكره يعني. طب ايه رايك تقول لنا حاجه من ايه اكتر اغنيه بتحبها وبتحب الدندنه؟ لا ده كتير قوي. لا انا بس انا بغني كل اسبوع. انا ما ببطلش. انما لما لقيت ان انا هغني فرنساوي وانجليزي في مطاعم وبابز وكده لا ما كانش ده اللي انا عايزه يعني. زي في التمثيل ما عنديش سقف. انا ببحث ان انا اشتغل في فرنسا وفي امريكا وفي انجلترا. ما عنديش سقف في التمثيل. ما عنديش حدود اللي انا عايز اوصل له. ده الهدف الاسمى بتاعك طبعا. فانا في الغنى برضو ما كنتش عايز ابقى مقفول على ده. انا عايز اعمل كونسرتس. طب كونسرتس في مصر. مصر دوله عربيه وتتكلم بالمصري او بالعربي. مش عمرك ما هتوصل انك تعمل كونسرتس بالفرنسي والانجليزي. فاللي هو خلاص فاستمتعت. المجتمع بتحب يعني الحاجات دي. بس يعني دايره مغلقه قوي مش كبيره يعني. فاستمتعت بالكاريوكي او بالغنى في الكاريوكي خلاص. ده كده اشبعت الغنى. ده مش مشروع احترافي بالنسبه لي. لا اشبعت. والتمثيل بقى مش في البوم كانت عندنا معلومه. عملت البوم بالعربي 6 اغاني وكانت تجربه قاسيه عليا جدا يعني. انا مستغربها. عملت 6 اغاني مع مدحت الخولي. استاذ مدحت الخولي هو اللي كاتبهم وهو اللي ملحنهم وهو مش عارف التوزيع. لا مش متاكد. ونزلوا بس انا مش حاسسهم يعني. صعب طبعا وممكن هو يزعل ان انا بقول كده بس انا مش حاسسهم. مش هم نزلوا فين؟ راديو انرجي.
نزل اكسكلوسيف راديو انرجي. طب هتصور حاجه فيهم؟ يعني يمكن لما تصورها تشوف التجربة مختلفة. موجودين على اليوتيوب ولا اي حاجة؟ لا لا موجودين على اليوتيوب. موجودين على اليوتيوب. خمسة منهم موجودين على اليوتيوب. وانا لو قلت لك يعني زي الناس كده هل ممكن نسمع حتة صغيرة من اغنية ليك؟ صدق اي اغنية على فكرة عربي انجليزي فرنساوي مش هنتضايق. D'accord il existe d'autres façons de se quitter quelques éclats de verre aurait peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de partager les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, le petit garçon en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me portais, me protégeais en cette maison de pierre. مش فاكر يعني هو ده حلو. جميل جميل. دي ميه صح؟ خليني اسالك واحنا ليله العيد كده لو الناس بتسمعنا وفرصه قاعدين مع الاكيل تنصحهم اول يوم العيد ياكلوا اللحمه ازاي؟ يعني ما هو حسب اني نوع لحمه انت حسب اني نوع لحمه وايه يعني انت احنا انت احنا بنشتغل خروف ولا كفته؟ لا خروف ما كله اصل الضاني هيبقى مشوي وما ما يعني ما تزودش قوي في التتبيله يعني هو حلاوه اللحمه الضاني لو لحمه نظيفه وبالذات لو برقي برقي ده نوع خرفان هي من مرسى مطروح اصلا طب يعني تعرف اوكي ف بس مجرد شويه ملح وفلفل وميه البصل بالطماطم كده يعني فاهم وعشوايه وثانك يو يعني وشوايه فحم هو ده ما تقعدش تغالي في التتبيله واحط مش عارف ايه بتضيع اللحمه كفاية. ملح وفلفل وميه الطماطم بيبقى فيها بصل يعني ميه بصل بالطماطم ده وعلى الفحم يعني بس ما نحطش ثوم بقى والدقه والحاجات راحت اللحمه راحت اللحمه راح طعم اللحمه ايوه ما انت عايز برضو طعم اللحمه التست بالذات لو نظيفه لو حاجه نظيفه يعني فانا بالنسبه لي خلاص ده للضاني للضاني بتلو مش عارف بقى احط ورق لورا او روزماري روزماري كويس حلو قوي مع اللحمه حطيه في الفرن دي ولا او على جريل برضو بس يعني ملح وفلفل برضو اوكي وورق لورا اكلتك المفضله ايه في عيد الاضحى اكيد فيها لحمه طبعا بس أكيل يعني كل الاكل الاكل هو الكباب هو يعني اكله من اكلاتي المفضله في طول السنه مش بس في عيد الاضحى بتاكله ايه لوحده ولا بالعيش ولا بتعمله خلطه لا لا هو ليه طقوس الريشه لوحدها ايوه الطرب والكفته لازم يتحط في عيش كده ويتلف ويتحط في الطحينه ليها اصول يعني مش لغه خلاص يعني لا ليها اصول لو بتنصح الناس عشان تبقى ذواقه لو انا عشوائي في حياتي في الاكل يعني باكل اي حاجه تيجي قدامي بص هي هبه من عند ربنا برضو خلينا نقول يعني ان في ناس ما بتستطعمش تفاصيل الاكل ايوه وفي ناس مجسات الطعم في بقها نشطه فتجيب لك يعني وفي ناس اكتر مني بكتير يعني انا والدتي كانت تحط حاجه في بقها تطلع لك تفاصيلها فانا مش للدرجه دي بس بلقط كام حاجه يعني دوراسه يعني طبعا ما اقدرش انصح حد يبقى ذواق طب افرض ربنا مش مديله لا لا ده عشان يستمتع هو بالاكل هو عشان تستمتع بالاكل امضغ كتير امضغ كتير وبشويش فالسلايفا ريقك يعني بي 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 بيختلط باللي انت بتاكله بيدي لك الطعم بتفاصيله كل ما اكلت بسرعه كل ما تذوقت اقل باي ذا واي انت بتملى انت قاعد بتملى التانك انما عشان تستطعم ببطء لا امضغ ولسانك يلمسه يعني هيطلع كل حاجه زي ما الاكيل كان فتحه خير في البرامج الدراما كانت بالنسبه لك يعني فوق مستوى الشبهات كان فتحه الخير بالنسبه لي في الدراما وحاليا ليه لا حاليا ليه لا يعني ده اللي كتبها مسك ما تحكي لي على التجربه دي بصي هي تجربه انسانيه قوي قوي يعني انا لما كلموني اللي كلمني محمد شاهين مودي مساعد المخرج ورحت قابلته هو واستاذه مريم ابو عوف. اتحكى لي الموضوع بسرعه كده شد انتباهي قوي انه مش موضوع مهروس ومش مستخدم ومش ناس كتير يمكن اخر مره حد عمل حاجه عن كفاله اليتيم من 50 60 سنه مثلا حاجه كده.
فشدني الموضوع. وبعدين لما ابتديت اقرا طبعا الكتابه دينا نجم واخرين يعني باشراف استاذ مريم مريم نعوم. فلما قريت بقى اللي هو يا لهوي انا احب الشخصيه بتاعتي لما اقراها تلطشني. ايوه تلطشني قلم كده او تصدمني تخطفك. فلما لقيت خالد في الاول ازاي اجريسيف وكاره فكره او رافض فكره ان اخته تتبنى او تكفل ابتديت ابص بقى وقرا. يعني يمكن لو كان هو من الاول موافق وكله حلو بتاع. انا عندي دايما في الادوار عندي حاجه ما احبش الادوار ال2 دي ال2 دايمنشن ابيض اسود بحب ال3 دي يبقى ليها طول وعرض وعمق. الطول والعرض دول بحاول اتفادى ان انا اخدهم يعني على قد ما بقدر يعني. فلما لقيت خالد بيبتدي رافض الموضوع وبعدين بيتغير بشويه شويه شويه وان التغيير بتاعه ده مرتبط بحالته هو. يعني هو جه من دبي بمصيبه, هو مرفوض وطبعا كرامته نقح عليه جدا يقول انه مرفوض وانا سبت الشغل عشان مديري مستقصدني, وجاي بمراته وعياله بقى والفلوس مقصره معاه ولازم يدخل عياله مدارس ويجيب شقه فحالته كرب. ويفاجأ بأخته, هو قبل ما يعرف لو تشوف هو وأخته مع بعض لزاز واقفين في البلكونة ايه ده ايه ده انا هولع لك سجارة كمان يعني في محبة ما بينهم. بس لما فوجئ بده في الحالة اللي هو فيها طبعا كان رافض, كان أجريسيف, انا مش فايق لك. هو كان في جرح اللي قبله يعني. ايوة كفالة ايه اللي انت بتتكلمي عليها, انا فايق انا عندي مصايب اوكي والمجتمع ومش المجتمع بتاع حبه لأخته ولانه هو من جوه اصلا مش حد وحش فبالطبيعي ابتدى يغير من رفضه للفكره الى ترحيبه وقبول ياسين اللي هو باي ذا واي طفل عبقري ما شاء الله يا رب دخل شباب ما شاء الله ما شاء الله. انا عايز اقول لكم اللي انتم شايفينه ده هو كده اوف سيت, هو ما بيمثلش, هو كده الولد ما شاء الله عليه رهيب رهيب يعني. انا يعني موهبه من عند الله فعلا. وشايف قدام ده لو كمل في السكه دي هيبقى حاجه كده سوبر ستار يعني. بجد الولد خطف قلوبنا وكانت اصعب المشاهد عندي ان انا زعق وهو موجود او ان انا رفضه. انا كنت بقعد ابوس فيه بعديها لان لا موجوع يعني ازاي الوش القمر ده وانت تعصب ومش طايقه ده اللي هو ازاي. فدي كانت اصعب حاجه عندي في المسلسل. خليني ارجع لك شويه فوق مستوى الشبهات وردود الفعل الكبيره على الدور اللي انت عملته. كان حلو. كان اول مره اتعرض لهذا النوع. ايوه ايه اللي حصل لك الخضه بتاع النجاح؟ تنزل الشارع الناس بتكلمك في ده. لا ده الكوميديا بقى. الكوميديا بقى ان واحد معدي بالعربيه قبل ما انا اكتشف بس الاحداث المسلسل بانت. فتلاقي واحد مثلا بالعربيه بيعدي مراتك بتخونك احمد ركز ارجوك مرات احمد بتخونه ايوه أرجوك ركز. لا لا ده المسلسل كان اول تجربه ليا ان شخصيه تركبني بالطريقه دي. اللي لاحظت مراتي, انا مراتي ست عامله من يوم ما اتعرفنا على بعض اشتغل مديرة يعني فاهم شيز كارير وومن يعني شخصية لا كاركتر طبعا. فاللي هو انت رايحة فين وجاية منين وبتاع اللي هو حست بتغيير حست بكماشة كده خدت الشخصية معاك. فاللي هو هي ما كانتش شافت المسلسل كنت لسه بصور. فاللي هو فيه يا مراد وانا مش في دماغي طبعا مش معاك. لما شافت المسلسل فهمت ايوه قالت لي يبقى هو ده اللي كان عامل فيك كده وهو ده اللي خلاني ارجع للسجاير بعد 10 سنين مبطل سجاير. الستريس بتاع الدور كان صعب اول مره اتعرض له. وبعدين كان في شغل تمثيل عالي قوي الحمد لله. وبالتالي رد فعل الجمهور كان حاجه ايه يعني عايز امسك سجاد بقى وامشي في الشارع يعني. لا طبعا عن كل الستريس اللي عشته ده عوضني على الستريس ده حقيقي. ومن بعديه بقى خلاص يعني هو من بعد ركبت فوق مستوى الشبهات زي ما بيقولوا كده ركبت. السنه اللي بعديها عملت بس انت قلت لي جمله في انك رايح بعيد للسما. هل في خطوات يعني خطوط. ما هو مش كفايه ان الانسان يقول انا طموحي ان ابقى ممثل عالمي. لا 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 في خطوات لكن انت راجل معاك لغات جاهزه يعني في فنانين كبار في مصر جدا كانوا موهوبين جدا لكن للاسف بسبب اللغه كانت عائق.
انت عندك اللغه وعندك الموهبه، بس رابط نفسك ورابط رجليك بحاجات كتير، بيزنس. بس عندي ناس شغال على ده، يعني انا ما بعملش كل، انا اول ما ابتديت خلاص من بعد فوق مستوى الشبهات، او يمكن اكتر من بعد ليلى اوجيني، ابتديت اشتغل بطريقه مؤسسيه شويه، يعني طريقه شويه بروفيشن. عندي مديره اعمال فاهمه هي بتعمل ايه، وبنقعد مع بعض نعمل خطه واحنا عايزين نوصل لده، هي بقى شغلتها نوصل لده ازاي. انا بمثل، انا شغلتي نشتغل على نفسي. أيوه. محتاجه اخس شويه عشان الادوار ما تبقاش ليميتد، بعمل ده وهكذا. مراد، انت قلت انك بتخس حاليا علشان تتناسب مع ادوار في دور، لا وفي دور معين انا لازم انزله شويه. يعني هو هما مشاهدين سينما، هما مشاهدين في فيلم، مش هقدر اقول عليهم اكتر من كده، بس هما مشاهدين صعبين قوي 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 في رايي الشخصي وبالنسبه لي. فيلم ايه؟ وما اقدر اكتر من كده. انتوا مش بتصوروا؟ لا 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 لسه. لسه. طيب ان شاء الله، يعني لو في نصيب وكملت على خير هنصور على شهر 9. بس الدور عكسي 180 درجه. 180 درجه. ده سبكي ولا و بس خير؟ اصل سبكي عامل مشروع عنده فيلم كبير. والمشهدين قدام نجمه كبيره جدا، ونجمه في رايي الشخصي هي اقوى نجمه فيما يخص التمثيل في مصر، بدون اسماء، خلينا نشوف بعدين. فانا لازم ابقى جاهز له قوي. من ضمن طلبات المخرج البسيطه، هو الراجل ما طلبش مني حاجه وقال لي انا عارف ان انت هتقدر تعمله، ما انا نفسي شاكك ان اعرف اعمله، هو شايف انه هتقدر. فبس الطلب الوحيد قال لي لا، محتاج تنزل شويه عشان تتناسب مع الكاركتر. قلبت فيجيتيريان بقى؟ لا، لحمه، كل لحمه وخس، المشكله هي باي ذا واي انا اسف، ما تخلطش البروتين ده، خبرتي بقى من السنين الرجيم اللي عملتها مع كل احسن دكاتره في مصر. ايوه، ما تخلطش البروتين بالنشويات. انت ممكن تاكل نشويات وتخس، وممكن تاكل بروتين وتخس، الخلطه هي المشكله، الاثنين مع بعض هو اللي حلوه النصيحه دي. ووقف اكل على 7 مثلا، زي الفراعنه، الفراعنه ما كلوش ياكلوا غير والنور منور، الشمس طالعه، فالميتابوليزم بتاعك شغال زي الفل. كل اللي انت بتاكله، ما هو ده المشكله، كل اللي بتاكله بعد غروب الشمس بيقعد على قلبك. يعني وانت ما بتعملش كده؟ مؤخرا بقتش اعمل كده خلاص، وهو ده اللي فرق معايا. انت الاول كانت صعبه قوي. 14 كيلو في الاول؟ 14 كيلو ولسه. لسه. التارجت قد ايه؟ 30 كمان. طيب، بمناسبه الفيجيتيريان اللي حكى عنها خيري، في ترند كبير جدا علشان العيد نازل معاه متوازي بتاع الفيجيتيريانز، ايه رايك في الحكايه؟ طيب والله هو الاكل مزاج، يعني كل واحد ياكل اللي هو عايزه، بس انا مش متخيل، انا اصلا ربنا ما خلقنيش ارنب، يعني ما يعني ليه افضل اكل خضره بس؟ يعني ليه يعني مش عارف بياكل بندق؟ انا يعني ليه يعني عايش على الخضروات والمكسرات؟ ما حلو صحي بس عنده ايه؟ طيب يعني يبتدي يعمل لك بقى برجر فيجن ومش عارف هوت دوج فيجن، طب ليه؟ يعني ما بلاها، يعني طالما انت هتعيش خليك كده بقى وسيبنا احنا نهضم. يعني ليه؟ يعني anyway كل واحد وذوقه. يعني وقتنا خلص، رغم ان الحوار معاك ممتع وعندنا حاجات كتير قوي، عندي بس سؤال اخير اذا سمحت لي فيه، وانا اسف. ما الذي تغير في حياتك بعد رحيل الوالده، وانا عارف انها كانت تمثل بالنسبه لك اشياء كثيره؟ مش ممكن حياتك تفضل زي ما هي بعد الوالده. الام، رغم ان انا وامي كان ما بيننا مصانع حداد كتير، بس مصانع حداد المبنيه على حب، لان احنا الاثنين شخصيات قويه، امي كانت شخصيتها قويه. مش عايز اقول لك بقى الصدر الحنين والودن اللي بتسمع والنصيحه اللي من القلب، لان في الاخر امك الوحيده اللي هتبقى عايزاك احسن منها، امك وابوك يعني. لا، حاجات كتير، وكانت منعاني عن حاجات كتير، يعني ممكن حاجات بتضايقني في حياتي، وكانت امي اللي بتصبرني. لما راحت ما بقتش، بقيت اعنف رد فعلك؟ ولا اعنف ولا حاجه، بس لا مش هقبل. مش مضطر اقبل. بيقولوا يعني بنحس ان احنا كبرنا، حسيت انك كبرت؟ لا لا لا، ما حسيتش انك كبرت لما امي توفت، انا حسيت اني اتيتمت لما امي توفت، بس مش كبرت. لان دي حقيقه. اتيتمت يعني يمكن والدي لما توفى انا حسيت ان ظهري قوص. بس مع والدتي لا، انا ضهري اتقطع، مش هي خالص، لا مش نفس الحاجه، رغم ان انا كنت
كنت اقرب لوالدي من والدتي. بس في اخر سنين بقى وبالذات بعد والدي ما توفى وبين احنا المسؤولين انا واخويا عن والدتي وقربنا منها قوي، ولما تعبت كمان اخر اربع سنين قربنا قوي قوي، فابتديت احس انه كان فايتني كتير. بس اللي كان فايت ده بسبب لساني يعني انا بس الحمد لله انك لحقت. الحمد لله اخر كام سنه استنعمت يعني تنعمت بها سنوات يعني، فالحمد لله ربنا يرحمها نورتنا. وبشكرك جدا جدا على وقتك، انا عارف ظروفك يعني، فمرسي على وقتك. تسلم لي، اشكرك، ربنا يخليك. اشكرك، شكرا جدا. يعني عيدكم سعيد، خلصت حلقتنا، حبينا نقضي معاكم ليلتنا النهارده يكون منوعه وفيها حاجات على قد العيد وعلى قد اللي فيه من مفاجآت هتحصل ان شاء الله الايام اللي جايه، وتتفرجوا فيها على حاجات حلوه. ان شاء الله تقضوا عيد سعيد كلكم مع اهليكم متمتعين بيهم، ويا رب ايامكم كلها سعاده وفرح، وان شاء الله ان شاء الله نقابلكم على خير. دي كانت بدايه حلقتنا وحلقاتنا للعيد، عيد سعيد. كلوا واتبسطوا واستمتعوا، فرغوا دماغكم وما تفكروش في أي حاجة غير في إنك ترتاح، تقعد مع أولادك مع عيلتك تستمتع. ما أحلى العيد وصلاة العيد ودعواتكم، ومصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.